يا من أنعم الله عليك بأداء ما افترض عليك واجتهدت في الانتفاع وفعل السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أنك ما فعلت هذا إلا لأن الله يحبك. فوالله لولا أن الله أحبك ما هداك لهذا. يقول الله جل في علاه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله لا يهدي من لا يريد الخير. صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. فإن وقعنا في شيء من التقصير مع هذه الفروق أو حرمنا الاجتهاد في النوافل، فما ذاك إلا بذنب أذنبناه. فراجع نفسك ولتكن بينك وبين الله وقفة. لماذا فلان يوفق للطاعات وأنا محروم منها؟ ستجد إن صدقت مع الله ستجد ذنوبا اقترفتها بيدك كانت سببا لحرمانك. أسأل الله عز وجل أن يرد شبابنا ونساءنا وشيوخنا وأطفالنا إلى دينه ردا جميلا.